يخطو رويدا، فقد أثقلت خطواته أعباء لا قبل له بها. يتلمس الطريق عل باب الفرج يشرع أمامه. الصحفي محمد عبد الرحمن والزوين فجأة وجد نفسه مستسلما لداء ألم به وأبعده عن العمل له. يقلب أوراقه دون أن يتمكن من رؤيتها، وقد نصحه الأطباء بضرورة الإسراع في التوجه إلى الخارج لتلقي العلاج، ولكن ليست له حيلة. خلص تقرير عده أحد الأطباء إلى أن الوضعية بالنسبة للبصر هي قضية وجود نقاط دم ودسم وجود في البصر هي السبب الحقيقي لهذه الوضعية اللي نعيش حاليا، وطلب من كاد يجمع الأطباء كلهم على ضرورة حد ينتقل للخارج من أجل العلاج في أسرع وقت ممكن. لا يملك الزوين وهو يجلس عاجزا عن علاج نفسه سوى إرشيف ذري يؤشر على تاريخ صحفي للرجل كان مفعما بالعطاء. هنا صحيفة السفير التي كان يديرها الزوين، هنا تاريخ لحقب من السياسة والاقتصاد على مدى أزيد من 20 عاما، وهنا أيضا قصص لمرضى ومعوزين تقطعت بهم السبل ذات يوم ووجدوا في السفير منبرا لنقل أناتهم. صحيفة السفير انطلق أول عدد منها يوم 11 يناير 1994 كأسبوعية، وظلت في مرحلة الأسبوعية إلى غاية يوم 5 مايو 2005 لتصدر كأول يومية عربية منتظمة في موريتانيا إلى سنة إلى غاية سنة 2013. مسار استحقت على إثره الصحيفة التكريم، فكان أن كرمت وإن من خارج موريتانيا تقديرا على دورها. إرشيف ذري يؤرخ لأزيد من عقدين عمل خلالهما الصحفي محمد عبد الرحمن والزوين على مواكبة الأحداث الجارية في موريتانيا، ونقلها عبر صفحات صحيفته الشهيرة السفير التي كانت أول يومية تصدر باللغة العربية في موريتانيا. تمر الساعات هنا طوالا على مدير صحيفة السفير دون أن يتلقى العلاج، ويحتفظ بصور تذكارية له مع صانع القرار السياسي، وقد التقاه في مناسبات عدة في سبيل النهوض بوضع الصحافة والصحفيين. فهو يعتبر أحد رواد الصحافة المكتوبة في موريتانيا، وكانت لصحيفته الأسبوعية واليومية لاحقا مكانتها داخل الساحة الإعلامية الموريتانية. محفوظ للسالك، المرابطون، مكشوط.